القارئ الشيخ محمد زكي داغستاني من مواليد مكة المكرمة لعام 1345 للهجرة، تلقى تعليمه بكتاتيب مكة، ثم حفظ القرآن الكريم على يد شيخ القراء أحمد حجازي، ونال منه شهادة لحفظ القرآن الكريم عام 1374 للهجرة. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وقد ظهر الشيخ كقارئ متميز في وقت لم يكن لوسائل الإعلام تأثير كبير وواضح كما هو الحال في هذا العصر، ولذلك لا يعرف الكثيرون عن شخصية هذا القارئ الجهبذ. وفي حوار صحفي للشيخ محمد زكي داغستاني قال عن نفسه: فقدت بصري وعمري سنة ونصف السنة عندما أصبت بمرض الجدري، وقد عوضني الله تعالى نعمة البصيرة، وحفظت القرآن الكريم، ونعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، ورغم أنني فاقد البصر منذ طفولتي ولم أرى الحياة، لكنني أشعر بالسعادة لإيماني بقضاء الله وقدره، وقضيت عمري في خدمة كتاب الله تلاوة وتعليما. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. انتقل إلى رحمة الله الشيخ محمد زكي داغستاني عصر يوم الجمعة الموافق للواحد والعشرين من جماد الأولى من عام 1425 بمكة المكرمة، وصلي عليه في الحرم المكي الشريف عقب صلاة المغرب، ودفن بمقابر المعلاه. رحم الله الشيخ محمد زكي داغستاني رحمة واسعة، وجعل القرآن العظيم شافعا له. مرحبا يا أهل القرآن، أنتم خير.